أنا كنت في المركز حقي تبعي على الشاطئ عند المركز، في شباب أصحابي يعني كانوا جايين من البحر توهم طالعين من البحر، ايه ولحظتها كنت متواصل معاهم على أساس قالوا لي صبر وكذا أشيل معاهم أغراض وكذا أساعدهم. نعم فتأخروا علي شوي كذا، أنا قلت اتصلت عليهم رجع كلمني صاحبي قال لي جاي في وسط يعني ابني ذمته، فاحنا غرقنا احنا صار كذا والقارب نزل في المويه، وعلى طول انا توجهت لحرس الحدود لانه جنبي طبعا، وهم بدورهم والله ما قصروا، لكن انا القارب تبعهم كان جوا دوريه طبعا هي ما تكون ثابته يعني في مكان معين، فما في وقت يعني عشان ينتظرها ويجي القارب وكذا، وبحكم عندي رخصه قياده بحريه انا اخذت قاربي وعلى طول اتجهت الموقع اللي هم اخر مكالمه فيه كان يكلمني صاحبي، جيت عليهم حاله صراحه يرثى لها يعني. ويدوب وصلت هناك حصلت واحد من الشباب يعني كان مغمى عليه في اخر لحظات يعني، والحمد لله توفيق من الله ان ننقذهم وكذا يعني. وش اللي صار وش اللي صار لقاربهم؟ لحد الان والله ما في خبر اكيد عنه، لان القارب مغمور باقي في المويه، ايه احنا بنحاول نطلع اليومين هذه الجايه ونعرف بعدين السبب يعني، طيب هو احتمال كبير انه يكون في سفر اسفل القارب، لانه لو في سفر اسفل القارب في المويه فيسفل القارب ينزل على طول. لو في ايش عفوا الصوت ما هو واضح؟ لو في سفر اسفل القارب يعني مثلا ايه في حب مثلا صحيح كذا لكن يدخل المويه معه. اي نعم. الثلاثة كيف حالتهم؟ كيف صحتهم؟ الحمد لله حاليا يعني ايوه ولا وقت الحادثة؟ لا حاليا الحمد لله هم طيبين وبخير ورمتنا معهم وامورهم الحمد لله طيبين مره جدا، بس وقت الحادثة كانوا حكيت نعم. معهم عن اللي صار؟ اي طبعا ايش قالوا طيب؟ ايش السبب؟ هم اللي حس برضه ما يدروا، يقولوا فجأة كده توقف المركب والكهرباء انقطعت من المواطير من المحركات، وعلى طول انغمر اخر 5 ثواني وانغمر في المويه على طول يعني دوب لبس السفر وكذا، طيب الحمد لله ان السفر ما قريب منه. اثناء ما وصلت لهم كيف كانت حالتهم؟ صراحة واحد منهم مغمى عليه لانه شرب مويه، لانه لابس السترة نص في جسم في سترة والنص الاخر ما في سترة يعني، فجيت عليه يعني مرة صراحة، وكلهم المشكلة انهم ما يعرفوا يسرعون.